اليوم الجميل، اليوم الختامي لقافلة إيفر جرو في صعيد مصر. النهاردة معاكم في منتجع بيوت باي، بيسعدني شرفني يكون معايا المهندس محمود مرعي مدير الدعم الفني لشركة إيفر جرو. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك فندم. قافلة رائعة وهدف جميل جدا، وإحنا اتكلمنا عنها 4 أيام في صعيد مصر، الكرنفال من الأقصر لحد المنيا لحد منتجع بيوت باي. شايفين ما شاء الله في دعم فني جميل جدا لاكبر خبراء القطاع الزراعي. كلمني بقى عن فعالياتها، وانتوا عملتوا ايه، والمشاكل اللي قابلتوها ايه، واهل الصعيد اخبارهم ايه؟ هو اهل الصعيد اهل كرم اكيد، يعني امانه الواحد لقى الحب والموده فيهم. احنا بالنسبه احنا مرينا على من الاقصر لغايه لما وصلنا للقاهره، يا الأقصر وقنا وأسيوط والمنيا وسوهاج والفيوم، وصلنا لغاية القاهرة. احنا هناك في الصعيد أهلنا مشتاقين للمعلومة الزراعية، يعني أمانة نفسهم إن هم ياخدوا المعلومة الزراعية الصحيحة السليمة من ناس مهتمية بالقطاع الزراعي، فاهمة جدا في القطاع الزراعي. المشاكل اللي احنا قابلناها هناك، احنا لا قابلنا عديد من المشاكل، قابلنا مشاكل كتيره جدا جدا جدا، من طريقه تسميد خطا، من ري خطا، لكن اكتر حاجه قابلناها وكانت دي يعني زي ما اقول ايه الصفه العظمى او الحاجه السمه الاساسيه في الصعيد كله اللي قابلناها، اللي هي التغيرات المناخيه. احنا كان بيقابلنا مزارعين كانوا يقعدوا يتكلموا معانا يقولوا احنا بنعمل نفس معدلات التسميد، نفس الري، نفس اللي اتعودنا عليها. انا ما بجيبش الانتاج اللي بسمع عنه، انا ما بجيبش الانتاج العالي اللي انا اللي بيقولوا عليه، لكن انا الانتاج اللي انا بجيبه قل، انا المحصول بتاعي انتاجه قل. ايوه، أنا ايه اللي حصل مع ان انا نفس الشغل بتاعنا هو شغال تمام، مش واخدين بالهم بالتغيرات المناخيه اللي حصلت، مش واخدين بالهم من تاثير التغيرات المناخيه، من انتشار الامراض، من ارتفاعات درجات الحراره بتقلل من الانتاج، بتقلل من جوده المحصول، من التحجيم. فبدانا ان احنا نفهمهم ونوعيهم ونقول لهم خلي بالكم ان لو حصل عندك سروله، لو حصل عندك ما حصلش عندك عقد، خلي بالك لو النمو بتاعك ضعيف، لو النبات بتاعك مكرمش، لو محصولك قل، هتعمل ايه؟ هل في تغيرات في مواعيد الزراعه ذات نفسها؟ ده اكيد جا من اهم الامور. يعني هم متعودين ان انا هبدا زراعه مثلا صح الشهر ده، لا اخرها 15 يوم مثلا. برافو عليك. لا، النقطه المهمه جدا جدا في التغيرات المناخيه وارتفاع درجات الحراره ان الميعاد، يعني طبعا الصنف ان هو يكون متحمل تمام، بعد كده الميعاد. انا لو بزرع في نص 3 ازرع في اول 3، لو بزرع في اول 3 ازرع في نص 2، لكن انا لو همشي زي ما انا ماشي طول عمري مش هينفع. لو انا هزرع في نص 10 ازرع في اول 11، ازرع في نص 11، لا، دي نقطه مهمه جوهريه من اللي حضرتك بتتكلمي فيها. الميعاد مهم طبعا. التغيرات المناخيه دي اكيد اثرت على التربه وملوحتها واجهادها، وفي اجهاد حراري وفي اجهاد، احنا داخلين على الشتاء وفي صقيح هنقابله، في انت عارف الصعيد في تفاوت في درجات طبعًا الحراره. طبعًا. ايه اهم الحاجات اللي اخذتها قافله ايفر جرو معاها وعملت للمزارعين هناك؟ هو بالنسبه فعلا حضرتك يعني برافو عليك. فعلا التغيرات المناخيه مش بس ان هو بتزود معدل التنفس النبات اللي هو فيه، بيعمل عملية يحول السكريات لمية لثاني الكربون، وبعدين طبعا السكريات دي مهمة اللي هي بناء الخلية وبناء النبات، فلان هو بيبقى عكس عملية البناء الضوئي. غير ده كله كمان هي بتزود من الحشرات وبتزود من الافات، غير ده كله كمان ان هي بتأثر فعلا في ارتفاع درجات الملوحة في التربة، لان انا لما اجي اروي بقى المعدل الري اللي كنت برويه عادي خالص طبيعي بكميه الميه، درجه الحراره لما بتيجي بتبخر الميه اللي موجود، فبيظهر لي الملوح. برضه من النقط المهمه جدا خلي بالك من الري بتاعك، خلي بالك من مواعيد الري. بقى لو 3 ايام 4 ايام لا، خليه يومين، خليه كل يوم، خليه صبح وبالليل. التسميد بتاعك بقى لما كنت بتخليه 3 ايام بجرعات كبيره، لا قسم تسميدك كل يوم جزء بسيط، كل يوم جزء صغير. طبعا دي من المعاملات مهمة جدا. خلي بالك من رشك لسلكات البوتاسيوم، خلي بالك من رشك للطحالب، خلي بالك من رشك الاحماض الامينيه، امور كتير جدا 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 لقينا المزارع مشتاق انه يسمعها
مهتم بيها، اما بقى بالجزء الخاص انتوا واخدين ايه معاكم؟ ايوه يعني هل هو فرح المزارعين هناك؟ انا عارفه ان اهل الصعيد انا بحبهم عن نفسي يعني. جميل، كلنا كلنا فرحهم كلنا بانك عند معاك معمل تحليل تربه، صح، معمل صح تحليل ميه. صح صح، احنا كان فعلا معانا معمل تحليل تربه ومياه ونبات، دي من النقط المهمه جدا جدا لينا، ان احنا كنا عاوزين نرفع ونزيد من وعي المزارع ونشرح له ان التحليل التربه والنبات والميه مهم جدا، انك ازاي تحدد المقنن السماد الصحيح للمحصول بتاعك. جدي ثقافه يا ريت نزرعها سواء في الصعيد سواء في بحري سواء في مصر في مصر كلها، دي ثقافه مهمه جدا جدا. ازاي انا احط مقنن سمادي سليم؟ ما انا ممكن اقول لك حاجه، اهلينا بيضيفوا كميه سوبر فوسفات كتيره جدا، الارض تلاقيها مليانه فوسفور، تمام كده، هو كل سنه يضيف وكل سنه يضيف كل سنه يضيف، هيأثر بالسل. لا، مهم جدا جدا اقول له خلي بالك لما تيجي تحلل تربه، انا موجود عندي عنصر الفلاني بكتر، انا موجود كذا، لا ما كملش ما ضفش، لا خلي بالك ضيف كذا، خلي بالك عندك نقص في كذا، لا ده مهم جدا 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 النقطه دي. فعشان كده احنا كنا واخدين معانا المعمل تحليل التربه والميه والنبات علشان خاطر نوضح لهم، ومعانا الدكتور الخاص بالموضوع دون، واحنا كمان نوضح لهم ياخدوا النبات ازاي، الورقه ازاي، التربه ازاي، يحللوا الميه ازاي، هيجيبوا لنا العينات ازاي، علشان حتى طريقه اخدانه للتربه والورقه بتاعه تكون صحيحه، علشان النتيجه تطلع سليمه اللي منها يقدر يشتغل عليه. يا رب دايما مزيد من التالق والنجاح، وشرف كبير لنا كشعب مصري، احنا متشرفين، وكناس هدفها انها تشوف مصر في احسن صوره، وان احنا كلنا نكون على قلب رجل واحد، صح، عشان صح مصر دي غاليه علينا كلنا. انا بشكرك باشمهندس محمود. العفو.